طب يا جدعان، في الفيديو ده انا جاي اكشف لكم الجليتشات اللي شغاله والجليتشات النصاب. وهنا بيقول لك ازاي تدخل الزوم بسرعه في المود الجديد لو صاحبك ركب الحمار هو وصاحبه. وبصراحه يا جدعان، تاني جليتش ده صدمني جدا. فانت تتوقع ان الجليتش ده شغال ولا لا؟ اكتب لنا تحت في الكومنتات. المفروض هنا بيقول لك تمسك السهم وتعمله كده وبعدين تجري على صاحبك بدل ما ترفه، لا هتشيله على كتفك، وبعد ما تشيله على كتفك هتشغل التعبان ده ولا مش عارف الحمار وبيصحى على طول. وانت بقى مش ناوي تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه لو اول مره تشوفني؟ السلام عليكم يا جدعان، ازيكم؟ عاملين ايه؟ جاي لكم النهارده فيديو جديد. بس قبل اي كلام خلونا نصلي على النبي على افضل الصلاه والسلام. بصوا بقى يا جدعان، في الفيديو ده جاي نعمل خدعه تيك توك. ايه خدعه تيك توك ده يا عم؟ بنعمل جليتشات يا جدعان، بنجرب الجليتشات اللي كانت قديمه والجليتشات الجديده والجليتشات بتاع المود الجديد كمان اللي هو لسه نازل من كام يوم دول، هنجربهم. فتفتكر بقى يا زميلي الجليتشات دي شغاله ولا لا؟ فهنشوف يا جدعان مع بعض الجليتشات دي شغاله ولا لا. فانت بقى صاحبي كل اللي عليك وانت بتتفرج على الفيديو الجامد بتاعنا ده تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفني. واحلى مسا عليك يا زميلي، واسيبك مع الفيديو وشهادة ممتعة. طب يا جدعان اكتبوا لنا تحت في الكومنتات نشحن ونجيب الباندا ده، وعجبني والله بجد، احسن من الكلب اللي واقف جنب ده يا جدعان، بجد رايق رايق قوي. لو عايزين نجيبه يا جدعان اكتبوا لنا تحت في الكومنتات وبقول لنا نشحن ونجيبه يا جدعان. تمساح اتوك واحد بس. اه لقيت التعبان، لقيته اللي جبت التعبان وجبت الكوس. طب تقريبا هات. ايوه تعالى يا اسطى نوتني ورا يا عمر. ايه استنى ده بس، تعالى بقى كده نجربها. يلا يا عم هنزلها قيمه. كلكم يا جدعان والله اديك كيكو. تعالوا كده ثانية، تعالى هنا كده. طب يا جدعان زي اللي شفناه في الفيديو هنجربه دلوقتي. المفروض هنا بيقول لك تمسك السهم وتعمله كده وبعدين تجري على صاحبك بدل ما ترفه، لا هتشيله على كتفك، وبعد ما تشيله على كتفك هتشغل التعبان ده ولا مش عارف الحمار وبيصحى على طول. اشيله كده على كتفي. استنى تمام، المفروض بيترفه لوحده. ثانية لازم خلي المكان. لا لا بتركب بقى البتاع تقريبا الحصان ده. ثانية بتركب كده الحصان؟ الحصان ما بتركبش اصلا. الجليتش كداب يا جدعان، الجليتش كداب. اهو اهو طب نزلني كده، نزلني كده. الجليتش اعمل كده الحصان، اعمل الحصان. ما ينفعش اركبك. ايه ده بتقول ايه؟ استنى يا عم الجليتش كداب يا جدعان. يا عم طب كان شغال والله. طب هو عمل ايه؟ استنى شوف الفيديو تاني. اه بص اه يوز اهو يا جدعان، الجليتش مش شغال. فا يا جدعان اول جليتش كده كده. استنى طب تعالى نجرب بالكوس كده زي ما كان عامل. طب ريف بامي يا ابن اللعيبه هيموتني. هو كان عامل كده مثلا بعد كده استخدمه. انا هتفنش. ها لا يا جدعان الجليتش كداب 100%. طب يا جدعان ده الجليتش التاني، والمفروض ان الجليتش ده بيدخلك الزوم بسرعه حتى لو صحابك الاثنين راكبين الحمار وانت التالت ما ينفعش تركب الحمار، فبتستخدم سبايدر مان يا زميلي وبتعمله على الحمار فبيعديك بمسافه 60 متر كده ولا حاجه، يعني داخل الزوم داخل الزوم. وهنا بيقول لك ازاي تدخل الزوم بسرعه في المود الجديد لو صاحبك ركب الحمار هو وصاحبه. بص يا جدعان الجليتش 50 متر يا جدعان، هو وصل لزقت في القله بتاعه. والله الجليتش جامد يا جدعان، عايزين تدخلوا الزوم بسرعه. اه بص يا جدعان، لو عايزين تدخلوا زوم بسرعه تعملوا كده. هو ايه الحمار يجري لو مفيش مكان مثلا. يلا هيما اجري هيما. بص يا جدعان هنجربها لكم احنا في الزون اهو. اه بص يا جدعان، اهو بندخل الزوم بنفس الطريقه اللي هم عاملينها اهي، شايفين؟ اهو اهو لازق في الحمار اهو، بتعمل الشبكه في الحمار. لا والله الجليتش ده جامد يا جدعان. هدا هيما انت سخنت ولا ايه؟ ده بقى لو انتوا ثلاثة مثلا ومش عارفين تطيروا مع بعض مثلا تدخلوا الزوم، تقوم انت عامل كده. بصوا يا جدعان دخلنا الزوم اهو، دخلنا الزوم في مينت، والله ما اتأخرنا. بصوا يا جدعان اهو دخلنا الزوم في مينت. لا يا جدعان الجليتش ده جامد جامد يعني. الجليتش ده بقى يا جدعان هيفيدكوا جدا 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 جدا. ليه بقى يا معلم؟ لانك لو بتقيم في الكونكر سهل انك تجيب كونكر بالجليتش ده. الجليتش ده مش بيخلي اي حد يشوفك غير الهكرات بس. فيالله يا عم اي خدمه هتوصل كونكر يا زميلي. والفكره بقى يا جدعان ان الجليتش ده بينفع في ليفك بس، يعني مثلا نفترض انك وصلت كونكر وعايز تخلص الخمس تجام عشان تاخد الاطار، لازم تعمل الجليتش ده وهتاخد توب 1 يا زميلي. طبعا الجليتش ده هيساعدكم في انكم تغدروا الاعداء اللي هيجوا يلوتوا السعاديه اللي بتبقى في المكان السري، تعوموا بنفس في نفس المكان اللي انا بعوم فيه ده كده. بعد كده تعملوا منظور الشخص الاول، ومباشره اول ما تعملوا منظور الشخص الاول هتقفوا في نفس المكان اللي انا
موجود فيه ده طبعا، ومستحيل حد يقدر يشوفها خالص. واد يا هيما، رأيك في الجليتش دون؟ عامة يا جدعان الجليتش اللي احنا قلت لكم عليه دون، بصوا يا جدعان الجليتش دون في تقييم الكونكر، يعني لو انت عايز تقيم مستحيل حد يشوفك هنا، انت شايفني من عندك بره هيما بأمانة. مش ظاهر، لا والله مش ظاهر. فأكيد يا جدعان اللي مش هيشوفك، اللي هيشوفك هنا الهكرات بس. فأنت يا زميل لو بتقيم سهل جدا إنك تجيب كونكر في ليفيك، تقعد بس هنا يا زميل محدش هيشوفك. خش كده يا هيما قدامي، بصوا يا جدعان لا يوجد أحد هنا، ولا بتدمش بقى ولا أي حاجة، عشان تشوفه بقى لازم تدخل هنا. فيا جدعان الجليتش ده لو انتوا عايزين تكونوا في الكونكر جربوه، جامد جدا بجد يا جدعان. الجليتش الرابع ده صدمني جدا، ده لو شغال بجد انا مش هلعب غير ليفك بعد كده. فشوفوا كده الجليتش يا جدعان. هو للناس عم تسال على جليتش الانفاق في خريطه ليفك، فطريقته كالتالي: كل اللي عليك تجيب هيدي السياره وتجي على هيدا النفق، وهيدا النفق هيدا موقعه بالخريطه. كل اللي عليك انك تدخل هيدي السياره داخل النفق، وانت مسرع شويه تنزل من السياره، طبعا لازم تكونك مسرع شويه ومن بعدها تنزل. مبروك عليك جليتش الانفاق. طب يا جدعان دلوقتي المفروض هنجري بسرعه وننزل من العربية زي ما هو قال اهو. فين ده بقى؟ مفيش جليتشات ولا ايش؟ استنى يا جدعان نجرب تاني. تقريبا الجليتش ده يا جدعان مش شغال، يعني انا هجربه تاني برضه يا جدعان اهو. على فكرة كان هيشتغل. طب يا جدعان نجربها تاني. يا جدعان الجليتش مش شغال يا جدعان، ممكن الجليتش اتلغى تقريبا فانا مش عارف. بصوا يا جدعان اهو، بصوا يا جدعان. طب استنوا كده نيجي نجرب نهبد احنا بقى شوية. ايه ده؟ والله كان هيتعمل. يا جدعان الجليتش مش عايز يشتغل يا جدعان، والله الجليتش خراب. الجليتش ده شكله اتلغى، والله الجليتش ده كان جامد جدا جدا يا جدعان. فيا جدعان الجليتش ده دلوقتي مش شغال خالص بجد يا جدعان. الجليتش ده صدمني، انت متخيل ان انت مش هتكمبر في الشجره؟ لا انت هتبقى الشجره نفسها. يعني بص بص شوف الجليتش ده كده. الجليتش بقى انك تدخل جوه الشجره اللي قدامك ديت، ودي مكانها على الخريطه يا صاحبي زي ما انت شايف كده جنب باور بلانت. بتروح عند الشجره دي يا صاحبي، وبعدين تطلع على الصخر اللي جنبها، وبعدين بتعمل جامب عشان تطلع على الشجره، وبعدين بتطلع فوق زي ما انا عملت. تحرك بالراحه، واهم حاجه تحرك زرار الحركه بالراحه عشان ما تقعش. واللاعب بقى بيدخل جوه الشجره كده زي ما انت شايف، فده هيفيدك في التقييم لو الزون قفل في المنطقه دي. طب يا جدعان هنجرب اهو، المفروض هننط على الشجره كده. يا حبيبي انا اللي جاي اعمل يا ابني، انت عبيط يا ربي. لا يا جدعان ده ما عادش فيه وقوف على الشجره تقريبا، تقريبا ما عادش فيه وقوف على الشجره تقريبا. بصوا يا جدعان مش عايز يقف على الشجره اصلا، مش عايز يقف على الشجره اصلا. يا جدعان تقريبا الجليتش ده كمان ضاع تقريبا. تعالوا نجرب كده زي ما قال نمسك فيها. تقريبا يا جدعان الجليتش ده مش شغال هو كمان. الجليتشات دي خدوا بالكم قديمة جدا، الجليتشات اللي انا بجربها دي قديمة جدا. ولو مسك في الشجرة ما عادش فيه مسكان في الشجرة يا جدعان كمان، الجليتش ده فستك. الجليتش مش شغال. طب يا جدعان والمفروض ان ده اخر جليتش معانا هو جليتش الاختفاء، والجليتش ده متشال من زمان جدا، فانا قلت بقى اجرب يمكن يكون رجع تاني ولا حاجه، فقلنا نجربه كده يا جدعان ونشوف. المفروض دلوقتي بتقوم دايس على اللي بيركب وتتك اف بحيث انه يركب البتاع دي ويجري بيها، فانت بتتك على الاتنين مره واحده، فالمفروض الجليتش بيتعمل من بعدها. فانا هجرب اهو. الجليتش يا جدعان شكله مش شغال، شكل الجليتش مش شغال. لا شكل الجليتش مش شغال يا جدعان، الجليتش ده اتشال. الجليتش اتشال يا جدعان، تقريبا ما بتتدمش. لا بتدمش، مش بتدمش تم. برضه الجليتش ده يا جدعان ما بي... يعني ده مش شغال. الجليتش ده